مشاهدينا الكرام، مشاهدي تان تي في، اهلا وسهلا بكم من معرض اهل المدارس. هذا المعرض الذي بالطبع يلعب دورا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع المكتبية والمدرسية التي يحتاجها الطلاب، خاصة مع استقبال العام الدراسي الجديد. هذه السلع توفر خلال هذا المعرض بأسعار مخفضة. هذا المعرض الذي يستمر منذ اليوم وحتى 8 سبتمبر الجاري. نصحبكم في جولة داخل هذا المعرض، فابقوا معنا. الأسعار بسم الله ما شاء الله السنة دي، عشان في دعم كامل نازل السنة دي، الأسعار مخفضة، يعني مثلا تتراوح مثلا من 25% ل 50%. ده مش دعاية، دي حقيقة. حابب أسأل حضرتك، يعني أنا كمواطن مستفيد إيه من المعرض؟ مستفيد نسبة الخصم طبعا، بتاخد خصم فوق 50% 60%، كمان منتجات كلها نازل عليها خصم 50 و60، وحاجات كلها للشباب، السعر مش هتلاقيه بره خالص يعني. والله الاسعار انا متفاجئ حتى بالاسعار، عندنا هنا ارخص من السوق بره بكتير جدا جدا جدا، يعني بخصم 50% عن بره، والكواليتي بتاعتها عاليه جدا كمان، يعني حتى كمان احسن من الاوروبي. مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين معاكم من داخل معرض أهلا مدارس، ونستطلع آراء المواطنين حول هذا المعرض. بداية أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. قولي لي، لقيت اللي أنت عايزاه في المعرض ولا لا؟ متوفر كل حاجة الحمد لله. رأي حضرتك إيه في المعرض؟ والله ممتاز، ويكفي إن هو بيريحنا، يعني كل المتطلبات موجودة حتى الملابس. جميل ما شاء الله، في حاجات حلوة يعني. كنت جاي تشتري إيه بقى؟ أنا جاي أشتري أدوات المدرسة وكشاكيل بقى وكده يعني. لقيت الاسعار عامله ازاي؟ لا، اسعار احسن من بره بكتير طبعا. واضح ان انت اشتريتي حاجات اهو، الاسعار اخبارها ايه؟ لا زي الفل والله، جميله والاسعار متوحده وغير بره خالص يعني، عشان كده احنا جينا هنا يعني. كويسه. الرساله اللي حضرتك تحبي توجهيها للمواطنين بخصوص المعرض ده، هل بتنصحيهم ان هم يزوروه؟ يزوروه، عشان هنا الاسعار اقل من بره بكتير. لا حلوه، جميله. احنا اشترينا كراريس وكل اللي احنا عايزينه اشتريناه من هنا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة سريعة داخل معرض أهل المدارس للوقوف على السلع المعروضة داخل المعرض وآراء المواطنين حول هذه السلع. ختاما أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.